والنبي سعاده الباشا، الصوره اللي انت وعدتني بيها، الموبايل بتاع حضرتك يا استاذه موجه يعني صورينا، عشان انا الموبايل بتاعي ما فيهوش كاميرا وبعتهولي بلوتوث. ها يلا ابتسم بقى يا باشا ابتسم. امشي انجر من هنا انجر. ايه في الباب رافض؟ مش عايزين فضايح. صح يا باشا، طول ما بابنا مقفول علينا حشي دعوه بينا، مش كده؟ سيب الزفت مفتوح. وانت ان شاء الله جاي لي على بيات ولا ايه بقى؟ اديني فلوسي وانا امشي. مش عطية الله يرحمه ده مش كان صاحبك؟ اعمل له اعتبار. ده كان صاحبي ولا نيل، ده كان حرامي، وكنا واخدين البيت ده الشركه عشان نجيب فيه نسوان، ولا كان فيه طاطا ولا ميحه ولا حد انت عامل ميحه، ولا كنت بعمل كده عشان اعلق البيت اللي جنبي. انت طلعت لي منين بس؟ انت ليه مش عايز تراعي ان انا ست وعايشه لوحدها وارمله؟ ارمله؟ ارمله يا عيني. ارمله ولابسه فستان اسود، الفستان قصير ورجليك طالعه زي البنور. هو انتوا كده رجاله تموت تحلو وترمرموا بعد كده؟ ها انت بني ادم قليل الادب. انا برضو بني ادم. انا بني ادم برضو. هي بني ادم دي اللي ضايقتك قوي وقليل الادب ما ضايقتكش؟ طب اديني فلوس وانا همشي. طب وديني، ما انا مديك اي حاجه، ايه رايك بقى؟ وهتخرج من هنا ورجلك فوق رقبتك. انك انت استفرطت بيا؟ لا هوريك الوش التاني. يلا يلا اطلع بره. انا قاعد في بيتي، انا ليا نص البيت ده. انا في حاجه. انت بتضربني يا حيوان؟ لا عشت ولا كنت. شوية ورق عنب بالعكاوي بقى يا باشا يستاهلوا بقك. لطفي 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 استنى يا لطفي 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 اكيد فاهم غلط. عايز الصاير. عايز ايه؟ صاير. انت هتتصير علينا؟ روح اتصير في الحمام اجري ويلا عشان تنام عشان المدرسة الصبح. أنا مش هروح المدرسة تاني. ليه؟ أصل ما دفعتش المصاريف ولو رحت هيمشوني. ده احنا بنتقلب هنا. خد يا حبيبي. ايه ده؟ فياجرا؟ فياجرا. هات واحدة. خد. لا 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 لا. ده مضر للبول. لا روح اعمل اللي أنت عايز تعمله وخش نام يلا يلا. طب هات المصاريف. خد يا حبيبي. يلا. التصيرة راحت التصيرة راحت التصيرة راحت يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا حلو للي غرامك في الفؤاد شبابيك، انا قلبي شافك وانشبك بيك ولا فيش كويني غير بصك من الشبابيك. يلا يلا. ايه نتجوز في ظروفنا دي؟ ده انت رايق. ما انا قال دول ظروفها صعب والليله بليله وبتجوزوا بره. مسا الحلاوه. مسا الحلاوه. مسا الحلاوه. مسا الحلاوه. سيادتك لا مؤاخذه مش عايز سواق؟ هو حضرتك بتشتغل سواق؟ سيادتك انا عندي تاكسي. طب عندك تاكسي وعايز تشتغل عندي ليه؟ لاقساط حرقه يا باشا والبنك ما بيرحمش. الله انت متعسر، انت كمان متعسر. الحمد لله متعسر. مساء الجاب. مساء الجواب يا اخويا. مساء جمعيه سيادتك عشان تجيب لنا الملايات بتاعت السرير وكياس المخدات، جت تدفع القسط خسعت معاها يا باشا. طلعت متعسره رخر وعملت ايه؟ ابدا، جت استلفت من امي. يلا بره بره.
ثانية مرة ثانية واحدة والنبي يا مدام اتصور مع الباشا. امسك دي صورني يا رفض مع الباشا. الضحكة الحلوة بقى يا باشا. يلا امشي بره انت وهو. يلا والله عيال زي الفل. انا بحب العيال دي قوي. بصي بالرغم من ظروفهم الاقتصادية الصعبة شو بيحبوا بعض قد ايه. ربنا يسعدهم يا رب. بتيجي نعتذر للناس اللي جايه دول وناكل لقمه خفيفه وننام بدري. هو انت ما تعرفش ان انا مجنونه ولما الجنونه بتركبني ما بشوفش قدامي؟ ايه بقى؟ لطفي لطفي استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. خلاص يا محسن باشا خلاص يا مهجة هانم اتحلت. ازاي؟ بعد دراسة الموقف لقينا ان مفيش حل غير الدمج. ايه؟ شركات سعادتك هتندمج مع شركات الهانم في اتحاد اقتصادي لتكوين جروب سميناه اتش ام جروب، شركات محسن هنداوي ومهجة النشار العالمية للتجارة. انا مش ممكن اشارك الحيوان ده. استني بس، والدمج ده فائدته ايه؟ لما يحصل دمج بين شركة سعادتك وشركتها البنك ممكن يديلك قرض يقوم الشركتين دول مع بعض، والقرض لن يقل عن مليار ومئتين. مليار ومئتين. مليار. مش عارفه ليه فاهمني غلط مع اني صح مش ماشيه غلط. صدقني يا محسن بيه احنا في البلد دي احسن من غيرنا كتير، بس في ناس بتحاول تغمق الصوره شويه. تغمقها ازاي؟ دي بيضه وزي الفل. دي قشطة. احنا مشكلتنا ان احنا لازم نحب البلد دي اكتر شوية، وعلى قد ما هنديها هي كمان هتدينا اكتر. طبعا احنا كل ما نديها كل ما تنبسط اكتر. يا سلام كمان لو نحط دماغنا على صدرها. على صدر مين؟ على صدر مصر. وهي مصر ليها صدر؟ انت مش بتسمع الغنية بتاعت شادي بتقول بننام على صدرها؟ اه. شوف يا محسن دي حكاية الفلوس دي حكاية مهمة جدا، يعني لازم الواحد يشيل شوية فلوس برة وشوية جوه، عشان لو اللي برة ضعف البورصة تلاقي اللي جوه. ولو اللي جوه تصادره تلاقي اللي برة. كده برضو يا حبيبي يا هاشم. يا حبيبي بقول لك يا مصبي. عمر يا باشا. مين دي؟ دي دودي المطرب. دي مشهورة؟ مش قوي. عمل كليب واحد اتعرض مرة وتشير. شل ايه؟ بس كان خارج شوية. خارج اكتر من كده؟ لا دي كده لمت نفسها خالص. طبعا عايز اعمل لها شريط. شريط واحد؟ لا اعمل لها شريط نجح نعمل لها التاني. ايه يا استاذ حمدي؟ حليتهم عاملة ايه؟ دول بيدلعوا يا باشا. شوية كسور على تربانة على كام جزع على كام خلع. ده احنا بيجي لنا حالات خلصانة. وعملت لهم ايه؟ عملت لهم شاي. شاي؟ عملت أشعة؟ نعم. أشعة؟ اللي هي ايه يا باشا؟ لا ما تشغلش بالك، ما تشغلش بالك. ايه يا باشا؟ لا عايزك يعني شد حيلك كده وتغليك. يعني انت كبير بتاعك. يعني عايزين دي بقى تبقى كلها كده. عايزين تبقى كلها ان شاء الله. اهلا اهلا. لا حول ولا قوة. استشهد ولا شهد لا اله الا الله. طلب اخير يا باشا. ابو سيدي طلب اخير؟ اخير. عايز ايه؟ شوف ولادي. شوف ايه؟ اشوف ولادي. اشوف ولادي. لا هنا زيارة ممنوعة الحقيقة يعني. استنى. ايه؟ عايز مراتي. عايز مين؟ عايز مراتي. مراتك؟ هتعمل لك ايه مراتك دلوقتي؟ ده انت منايل ب 60 نيل، انت فيك حيل. مراتك ايه؟